اشتقت لأهلي، اشتقت لأمي ولأبي ولبنتي، حتى لمرتي بلا مؤاخذة. هدول بلا حتى لمرتي. طبعا شو ما مشتاق لها كثير. بدي احكي لك قصة. اسمع، انا كنت مسافر بلا مؤاخذة على الأردن. اي بقى جدي الله يرحمه قبل ما يتوفى بشهرين قال لي اطلع على العراق، قال لي بزماناته 2003 انتوا اجيتوا، الله لا يضركم بزماناته اجيتوا لعنا. بقى ما في منهم قال العراقيين، والله ما عم بمزح انا، مو لانه ما امزح وياك، احنا ب 2003 لحد 2008 تقريبا بقت اعداد كلش كبيره من العراقيين بسوريا، ما طلع منكم غير الطيب، كنتوا اهل كرم وكنتوا خير الضيافه وفتحتوا لنا بيوتكم وصار هوايه عندنا، يعني عدد السكان كلش هوايه اقلموا او طبع بطباعكم، صار يحب الزعتر ويحب اللبنه ويحب الزيت والشاورما ولحد الان ذكروها اهلنا شارع بغداد والشوارع الحلوه اللي موجوده بسوريا، فاحنا هم اخذنا منكم الطيب، فمن تجون ما تلقون غير الطيب. والله ما في منكم جد، والله الله يكرمك. بابا جدي الله يرحمه قال لي لا تروح غير على العراق، ما تروح غير على العراق، وانا اخي له هون شي سنتين ونص ما شاف والله غير كل خير. الله يعز، الله يكرمك يا سلمك في دول عينك. شلونها سوريا، مشتاق لها؟ الحمد لله. الحمد لله. وجع بالقلب هذا ما بينه ينحكى، والله ما بينحكى غير وينه، خليه جوا القلب ما بدنا نحكي، هذا وجع. اشتقت لأهلي، اشتقت لأمي ولأبي ولبنتي، حتى لمرتي بلا مؤاخذة. هدول بلا حتى لمرتي. طبعا شو ما مشتاق لها كثير. والله خليت تعارك وياها في شوية زعل. لا لازم تصالح. ايه لك انا لازم هسه تصالح ان شاء الله. ان شاء الله خلاص حصالحك باذن الله شويه مرتي. خلاص حصالحها. انا راح ازعل وياها. خلاص تصالحها ان شاء الله. انت تحبها ولا ما تحبها؟ طبعا. زوجته على حب ولا؟ طبعا. لا غصبا عنك لازم تصالح. خلاص باذن الله. بما اني اكبر منك يعني وامون عليك بامرك. يا اي موالي؟ مواليد 2000. طيب صغيره بعد لازم تصالح. أنا صغيرة ما شاء الله، أقدم مني بتقولي لي. أنا صغيرة ما أنا صغيرة لازم تصالح. خلاص إن شاء الله. اليوم هسه تخابر وتصالح. خلاص بإذن الله. أوكي. أوكي. وعد. والله لو أدري موبايلك ياما كسر. خلاص مثل ما بيقولوا شوام نحن. هاي إيدي على شواربي. الزعيم شو أبو شهاب. العقيد أبو شهاب. أيوه. فهاي شواربك ولازم تصالح. خلاص أيوه. خلاص؟ بدوال وجهك.